انت مستني حد التليفون ولا ايه؟ اصل في واحد صاحبي بيعمل حاجه مهمه والمفروض يتكلم يعني. انا لغايه دلوقتي يا اخي ما ارتحتش لحكايه الموبايلات دي. اشمعنى؟ احس انه اختراع كده ضد الخصوصيه. اصل مش معقول تبقى انت ماشي او قاعد مع حد وحد يطلبك. طب يا سيدي التليفون اهو. لا 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 مش قصدي. انا بحب قوي التليفون بتاع زمان، التليفون الاسود ابو قرص ده. كان بيبقى في المكتب او في البيت. لو حد طلبك مثلا وانت ما رديتش عليه مش هيزعل، لانه ما انتش عارف بقى مين اللي طلبك ولا طلبك امتى. انما دلوقتي حاسس ان انا ماشي وفي جيبي جاسوس. لو انا قافل التليفون حتى بعد ما افتح التليفون تجيني رساله فلان كلمك والساعه كذا. طب ولو ما فيش موبايل الاقيك انا ازاي بقى؟ شفتي؟ انتوا حددتوا معاد طلب الكتاب ولا لسه؟ ان شاء الله بعد قضيه صرف على طول يعني. نبجة مبروك. وهتسافروا فين بقى؟ لسه ما حددناش الحقيقه يعني، بس حسب سير القضيه. انت عارفه ان الصرفي كان زميل دينا في الجامعه؟ مع انه يبان اكبر منها بكتير. لا ما هي الفلوس بتغير المنظر احيانا يعني. انا مش عارف يا اخي انت ازاي ما بتتخانش واكل مراتك بالطعام دي. اوبا شفت؟ اهو. ايوه يا محمد. ايه في ايه؟ ايه؟ امتى؟ وبلغت البوليس ولا لا؟ ايوه. وهو حصل له ايه؟ طيب ما تقلقش انا جاي على طول. ايه اللي حصل؟ في ايه؟ البيت عندي اتسرق وكريم الطباخ اتضرب. اتضرب ازاي يعني؟ بيقول ان في حد ضربه واصابته خطيره ونقلوه المستشفى. انا لازم اروح دلوقتي حالا. انا هاجي معاك. لا تيجي معايا تعمل ايه؟ خليك مع مراتك. يلا شوف. يلا ايه اللي بيحصل لنا اليومين دول؟ كل ده عشان قضيه الصرفي. ما تسيبوها بقى. ما انا قلت له يسيبها، هو اللي مش عايز. ما تقلقيش ان شاء الله كله هيبقى كويس. ايه اللي حصل؟ ابدا مفيش يا استاذ. واحد اتصل بيا قال لي ان بنتي عيانه في المستشفى وانا في الطريق. مراتي اتصلت بيا سالتها في ايه؟ قالت لي مفيش حاجه. ولما رجعت لقيت الباب مفتوح والمنظر زي ما حضرتك شايف كده. كريم فين؟ خدته الاسعاف، بيقولوا عنده ارتجاج في المخ. على فكره يا استاذ، في واحد من طرف الاستاذ صلاح فياض جه وساب لحضرتك الظرف ده. الو. ايوه يا استاذ، انا اسف اني بكلم حضرتك في وقت مش مناسب. عاوز ايه يا صلاح؟ الواد اللي انا بعته لك من شويه بيقول لي ان البيت عندك فيه سرقه. ايه اللي اتسرق؟ الفلاشه برضو؟ قصدك ايه برضو دي؟ انت شفت الصور اللي في الظرف اللي انا بعته لك؟ لا. يا ريت حضرتك تبص في الصور دي وهي هتبين لك مين اللي سرق الفلاشه ومين حبيبك ومين عدوك. بس يا ريت لما تشوفها ما تزعلش. ايوه صلاح، كلمني الساعة 12 اقول لك نتقابل فيه. مع السلامة. ايه يا حبيبي كنت بتكلم مين؟ ده صلاح فياض. وده وقته عايز ايه؟ بعت لي اوراق وحاجات بتاعت واحد قريبه
وعايز نعينه. طب تممت على الحاجة؟ في حاجة ناقصة؟ في أي حاجة مهمة ضاعت؟ إيه؟ الفلاشة اللي على المكالمة بتاعت السلفي. لا. طب هتعمل إيه؟ مش عارف. لسه بفكر. أنت مش عامل منها كوبي؟ لا طبعا. معلش. ما تزعلش نفسك. الحمد لله. أنا مش عارف لو ما كنتش أنت جنبي في الوقت ده كنت عملت إيه. مهما عملوا هنكمل القضية دي وهنكسبها إن شاء الله. بس أنت ما تزعلش نفسك. عامل لك ليمون؟ يا ريت يا حبيبتي. حالا. ايه الاخبار؟ كلمت بابي؟ تليفونه مقفول. انا برضو حاولت اكلمه على البيت محدش بيرد. كده مش يرد على تليفونات، تلاقي البوليس عنده وبيحققه وكده. ربنا يستر. تفتكر السرقه اللي حصلت دي ليها علاقه باللي بيحصل لنا؟ مش عارف. اطلعي نامي انت يا دينا وانا هفضل صاحي لغايه ما اعرف اللي حصل. تصبح على خير. انت بقى. الو. ايه؟ مفيش حاجة معاك؟ تقريبا. يعني ايه تقريبا؟ معاك ولا مش معاك؟ معايا. ماشي. في جنى قريب منك اسمه بلال ابن رباح، عارفه؟ لا. ما بتسليش انت في الجامع يعني شكلك كده. فين الجامع ده اصلا؟ في مدينة نصر، جامع كبير قدام الحديقة الدولية. هتاخد الفلاشة اللي معاك وتحطها في جيب قميص قديم عندك. مستعد انك تطلعه صدقة وتحط معاها برضو بنطلونين ثلاثة كده وتحطهم في شنطة وتروح تصلي الفجر في الجامع ده. يعني ايه مش فاهم؟ يعني روح صلي الفجر علي وخد معاك الحاجات دي وانت تفهم. انا عايز اكسب فيك ثواب يا اخي، مش عاجبك ليه؟ علي.
سيد سيد انا علي انت كويس يا سيد عم سيد ايه اللي حصل الحاجة اللي طلبتها هي ومعاها شوية حاجات سرقتها زي ما انت قلت لي عشان ما يبقاش الحرز هو المقصود طيب السفراجي كان هناك وما عرفتش غير وهو داخل عليا في المكتب انا كلمتك في التليفون كتير كنت قافل التليفون ليه كنت عايز اقعد مع نفسي شوية معلش انا اسف انت اللي بتعتذر برضو انا اللي اسف ان خليتك تعمل كده لا الغلطه غلطتي لاني وافقت مهما كانت ظروف ما كانش ينفع ارجع في كلامي انا عهدت ربنا وتوبت وبعدت عن السكه دي خالص وكنت لازم اكمل في الطريق الصح ما هو مش معقول اقعد اقول لنفسي ده وعد ومكتوب ولازم تنفذه لا أنا ممكن أتغير وأختار الطريق الصح لكن أنا وافقت ورحت وسرقت وكان لازم أخد جزائي يا عم سيد أنت باللي أنت عملته ده أنقذت حياتي وحياة بنتي أنا مش حاسس إني عملت خير لو كان خير ما كانش السفرجي دخل عليا وضربته ومعرفش إيه اللي حصل له دلوقتي أكيد ده عقاب من ربنا عشان ما وافدش بالعهد والتوبة تعرف يا أستاذ علي أكبر حاجة جت مضايقاني إيه؟ وأنا بسرق ما كنتش حاسس بالندم بالعكس كنت مبسوط وحاسس بنفسي حاسس إن سيد الهجام أيام رجعت تاني وبعدها حصل اللي حصل معلش السفرجي ان شاء الله هيبقى كويس الحاجة اللي انت طلبتها وربنا بقى يتولانا برحمته استاذ علي كده نبقى خالصين علي انت عارف اللي بيحصل وبعدين انا عماله اكلمك وما بتردش عليا انا بخاف يا علي معلش معلش كان لازم انزل بس دي حلقه انسانيه ازاي يعني بقول لك يا دينا عايزك تشوفي لي كده كام قميص على كام بنطلون اكون ما بلبسهمش عشان عايز اطلعهم لوجه الله دلوقتي
دلوقتي اهو هنزل اصلي الفجر واديهم لحد كده ضروري. انا ما بقتش فاهمه حاجه. مش مهم تفهمي دلوقتي يا دينا، اعمل اللي بقولك عليه وخلاص، بعد كده بتفهمي براحتك. حاضر. الو الو، مين معايا؟ ايوه ايمن، انا علي. علي استاذ علي. اه خير يا استاذ. بقول لك ايه، انت مش ليك في الكمبيوتر وكده؟ شويه. طيب انا معايا فلاشايه عليها بروتكشن وعايز افتحها. دي شغلنا يا استاذ، هاتها المكتب بكره وانا افتحها لك. لا لا لا، ما ينفعش، لازم دلوقتي. ما ينفعش، ده عايزه برامج تتحمل من على النت، ممكن تاخد يوم. طب خلاص. هي عليها ايه الفلاشه دي يا استاذ؟ لان ممكن احمل لك اي افلام انت عايزها لو تحب، وبأرخص الأسعار. يلا سلام يا عيني. أنا ما بقتش فاهمة حاجة. إيه دينا، في إيه؟ عندك مشكلة إن أنا أروح أصلي الفجر في الجامع ولا إيه؟ لا ما عنديش مشكلة، بس إيه اللي خلاك فجأة تاخد هدوم وتنزل عايز تديها لحد؟ وبعدين انت كنت فين من شويه؟ لما ارجع من الصلاه احكيلك. أستاذ علي؟ أيوه. كان الرئيس حمادة قال لي إن حضرتك هتجيب حاجات معاك. الرئيس حمادة؟ أيوه. هي دي الحاجة؟ آه. إيه؟ طيب، جزاك الله خيراً. متشكرين. السلام عليكم ورحمة الله. السلام عليكم ورحمة الله. اللهم أنت السلام ومنك السلام، تباركت يا ذا الجلال والإكرام. بسم الله والحمد لله
والصلاة والسلام على سيدنا رسول الله. الحمد لله الذي هدانا لهذا وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله. أحبابنا الكرام، ربنا سبحانه وتعالى كل يوم بيدينا فرصة جديدة، كل يوم بيصرف لنا صرفية جديدة في الصحة، في الرزق، في العمر، لأن اليوم اللي بيعدي ما بيرجعش تاني أبداً إلى يوم القيامة. عشان كده لازم نستغل كرم ربنا علينا ونعمة ربنا علينا، ونشوف إزاي نحقق المقصود من وجودنا في هذه الحياة الدنيا. وربنا سبحانه وتعالى يقول في كتابه العزيز، بسم الله الرحمن الرحيم، وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون، صدق الله العظيم. اللهم اغفر لنا ذنوبنا، اللهم هيئ لنا من أمرنا رشدا، اللهم اهدنا في من هديت، وتولنا في من توليت، وبارك لنا فيما أعطيت، واصرف عنا شر ما قضيت، فإنك تقضي ولا يقضى عليك. وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. بقول لحضرتك ايه يا حاج، انا كنت عايز اسالك سؤال بس. اتفضل يا ابني. هي الحاجه اللي حضرتك خدتها مني دي بتروح فين؟ الحاجات دي بياخدها الرئيس حماده ويديها لدار ايتام وناس محتاجين. وحضرتك تعرف الرئيس حماده ده كويس؟ طبعا. واذا كنت عاوز حضرتك تدي له الحاجه بنفسك وديها له. لا لا، انا ما اقصدش، انا بس كنت بسال عشان لو حد اعرفه عايز يتبرع ولا حاجه. لا شوف يا ابني، احنا هنا ما بناخدش الا حاجات عينيه، يعني فلوس لا، يعني مثلا بطاطين، ملابس، معدات مطبخ، حاجات زي كده يعني. مفهوم يا فندم. بس كنت عايز اسالك، هو الرئيس حماده شغال في دار ايتام؟ لا، انا بعتقد الرئيس حماده شغال في دار مسنين. اسمها ايه حضرتك؟ ما تعرفش اسمها ايه او فين موجوده فين؟ لا والله مش متاكد، لكن لو حبيت تعرف اسالك. يا ريت. انا بعد اذن حضرتك هاخد تليفونك وهكلمك بكره ان شاء الله تكون عرفت. قوي قوي قوي، تحت امرك يا ابني. جزاك الله خير، ربنا يبارك فيك. شكرا. Oh,
ايوه يا ريس. حاجه معايا اهي، مستنيك على القهوه يا عم. طب اطلب لك واحد شاب قبل ما تيجي ولا ايه؟ طيب خلاص مستنيك يا ريس. سلام. يا دينا. ايه يا علي انت فين؟ انا في زيتون. طب انت كويس يعني؟ لا مفيش، عملت حادثه بسيطه كده والحمد لله انا كويس. حادثه؟ طب انا هاجي لك، انت فين؟ لا مفيش داعي، انا راجع البيت دلوقتي. ما تقلقيش، مع السلامه.